السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عند نسيم الكتروميناجي. كما راكم تشوفوا اليوم وفرنا لكم بيترا تاع بركمان في الحجم الكبير، يعني افضل عجانه في السوق في الحجم الكبير تاع 5 كيلو. كما معروف خوتي عند العام الخاص بركمان راهي ماركه المانيه غنيه التعريف، قوه الله يبارك ما شاء الله، يعني ناجحه في الاحجام تاعها تقريبا كامل ناجحه، يعني ما فيهاش مشاكل ما فيهاش روتور، يعني جامي تلقى واحد يعني دار ستاتي قال باللي عندي مشكل في البيترا برغمان، يعني معروفه الله يبارك بالكاليتي تاعها، تسمى هي الكاليتي تاعها اللي فرضها في السوق. داكور خاوتنا، كما راكم تشوفوا اليوم جبنا لكم قلنا الموديل الكبير تاع 5 كيلو حجم 10 لتر، هذا هو الموديل خاوتنا برغمان. الريفيرنس تاعها بي اس ام فافا جي بقوه 2000 واط، حجم 10 لتر معناها 5 كيلو غرام، فيها دوبل كروشي تاع العجين وفيها الكا تاع الفارينه وفيها الفوي تاع العطر. هام خاوتنا لي زاكسيسوار كيما قلت لكم، هذا الكا تاع الفارينه يخدم لي صابلي يجي فيه السيليكون باه يكرط مثال الزبده ولي صابلي، فيها الفوي تاع البيض ولي كرام وفيها دوبل كروشي تاع العجين الثقيل. كيما تعرفوا خاوتنا الموديل هذا يجي 100% انوكس، يعني كامل حديد ميتال 100%، ميكانيزم لهنا خاوتي كامل حديد، يعني لي بينيو المسننه تاعها كامل حديد. لهنا يجيو اسي وين يركبوا لي كروشي، وزيد وين يركبوا لي كروشي تاعها يجي فيهم روسور من الداخل. مثال خاوتنا شوفوا شوفوا، مثال كي ندز الكروشي باه يركب، انا ندز والروسور يدز علاه باك يطلع للبلاصه هذه، كي يخش كيما هكذا ها ما حبش يطلع لي شويه، يعني بيد وحده يعاود يدز الروسور يطيح في بلاصته لهنا باه في العجين ما يطيرش. داكور خاوتنا، هذه ثاني ميزه فيها الله يبارك. قلنا قصعة تاعها تاني اينوكس، فيها الدرعين باه تجي سهلة للنيطواياج ولا باه تنحي وتركب، فيها لامين ويتري لهنا باه تضبطها، مثال حبيتي مضى مثال تبروغراميها 5 دقائق 10 دقائق على حساب العجين تاعك ولا على حساب واش حابة تخدمي فيها ولا على حساب لي كرام تبروغراميها. منا دوك شوية نسيلكم، هاو البلوس والموا، كي تشعلها تبروغراميها، كي تكمل الوقت هذاك اللي مديت لها تكوبي تطفى وحدها، يعني ما تبقايش تحسي فيها. فيها سي فيتاس كما راكم تشوفوا الله يبارك، فينيسيون روعه، موديل هايل بزاف بزاف، يعني ننصح به بالموديل هذا اللي يحبوا الحجم الكبير. هذه راهي تصلح لعائله كبيره، تصلح عائله صغيره ولا عائله متوسطه ولا ميم اللي يديروا بها المشاريع، ننصح بها يعني الاخوه كامل بيسك راهو موديل ناجح بزاف الله يبارك. حنا كي تكون حاجه ناجحه رانا ننصحوا بها المشتريه. عندها الغطاء من الفوق هذا تاع البيض والكرام، مثال هكذا هاو يقفل الله يبارك باه ما تخرج حتى حاجه، يعني كي تكون تخدم حبيت تزيد اضافه تاع زيت ولا تاع ماء ولا تاع اي حاجه تفتح هذا جوست منا دير الزياده تاعك وتعاود تغلق. هذه هي بالخصوص تاع لافيشر، فوالا هاي كيما تشعل كيما هكذا تبروغراميها، مثال فوالا كيما هكذا. حنا نديروها 30 ثانيه باه نجربوها. كم الله يبارك طوروه من الحس ما يديروش خلاص تقريبا الله يبارك برسك سيلونس. كما راكم تشوفوا خاوتنا راهي تحسب بالمناسبة العجين ثقيل تاع زوج كروشيات هادو مثال، ديما في البرومير، يعني ما نديروش لي فيتاس علاه لانه العجين ثقيل باه تكون مرتاحة. هذا الكا نقدروا نديروا فيه دو فيتاس، والفوي نقدروا نديروا فيه لي فيتاس كامل. فوالا كما راكم تشوفوا هاي طفات وحدها. داكور خاوتنا، الحاجه الميزه فيها ثاني على قلت لكم عائله صغيره وعائله كبيره، الكروشيه تاعها يعني يهبط حتى لتحت كما هذا الكبير اللي يعجن وهذا الصغير اللي يقطع يروح للجنب والكبير يهبط حتى لتحت. دوك نسيي لكم دقيقه نحي الغطاء برك ونسيي لكم تشوفوا. كما قلت لكم خاوتي ما مهنا الله يبارك يتفكها ما تخبطش مثال ولا حاجه، عندها روسار مثالها تطلع الفوق كي تجي تهبطها تبقى يعني حتى اللي تهبطها بيدك، يعني ما تخبطش ما تطيحش ديريكت كيما واحد لي موديل. شوفوا خاوتي مثال لهنا الكروشي اللي قطع، شوفوا خاوتي وين رايح للجنب، يعني كي تكون كونتيتي قليله هو يهبط هكا بعد بالحجم هذا يهبط حتى لتحت. داكور راكم تشوفوا خاوتي، يعني كم تكون كونتيتي قليله تروح للجنب هذا الكروشي يجبدها يدخلها لداخل، والتحتاني هذا تقريبا يتوشي ان شاء الله برك يكون يبان. شوفوا خاوتي او سبعين تقريبا ما يفوتش ما يحبش يفوت خلاص. داكور خاوتنا راه موديل هايل بزاف خاوتي، اللي يحب يدير لا كوموند عليها ولا راهي متوفره حاليا. الحانوت تاعنا راهو في المدينه الجديده علي منجلي قسنطينه،
بالضبط في التوسعة الغربية، حي 774 مسكن ال اس بي تاع دنبري. وعندنا لا ليفريزون 58 ولاية، والسلعة خاوتي نبعثو لكم السلعة، السلعة راهي كاشتي في الكرتون كما راكم تشوفوا خاوتنا، جيست نسيو لك البرودوي تاعك ونبعثوه لك خاوتي، كي توصلك خلص خاوتي. ما نصح حتى واحد يفارسي الواحد ما يعرفوش، باسكو كاين مثال هادي يديروا لها بري هابط بزاف باه يجبدوا يصيدوك بها ويديروا لك كما نقولوا يطيحوك في المصيده تاعهم ويديو لك الدراهم. تاكور خاوتنا، ارقام الهاتف 0665 31 077، الرقم الثاني 0798 61 13 61.